قاموس داوود إبراهيم راعي الكنيسة منذ نشأتها من 13 سنة لمعرفة حقيقة العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في الوراق. لو سألته أحسن علاقة بين مسلمين ومسيحيين مش في مصر، في العالم كله، هقول لك الوراق. الوراق راجل واحد، الوراق فرحنا واحد، ألمنا واحد، الوراق بيوتنا كلها واحد. عايز أقول لك الوراق يعني لو في أسرة طبخة النهاردة وأنا جاني ضيف ومنش طبخ ممكن أخد منه. القمص داود يرى أن هناك أسباباً عديدة لكون المسيحيين هدفاً سهلاً كلما توتر الحال في مصر. الأقباط دول جزء من الصورة، بدونهم ما تبقاش مصر. فمصر بتكمل، الأقباط بيكمل. فأنت لما بتضربني بتضربني في جزء أساسي، الأقباط دول جزء أساسي في مصر. الدين لله والوطن للجميع، مقولة ستظل باقية رغم أي محاولات لتفكيك الأمة.